بالتأكيد بالنسبة لياري مينا ما في داعي للتوقعات المبكرة، لكنه بدأ قائمه بشكل عام، أثبت أنه كويس جدا بالكرات الهوائية دفاعيا وهجوميا، شجاع، عنده ثقة بنفسه، واضحة جدا ثقته بنفسه، لكن هو جاي زي ما نعرف من أمريكا الجنوبية، وهناك بفتقروا كثير لشغلتين، بفتقروا للمكر الكروي، اللعب اللي فيه مفاجآت، التمريرات، بفتقروا كثير للعب الجماعي اللي هو اللعب الجماعي التكتيكي مش الجميل، وبالتالي إذا كنتوا تلاحظوا لما تصير كرات على الأرض طبيعية من ختافي ممكن تحسوا إنه ارتابك لأنه مش متعود، وبالتالي هي مسألة اعتياد، لكن بنعرف إنه اللاعب عنده الكواليتي، عنده الجودة، وبس شافناه بأكثر من لقطة بيقدر يوقف، بيقدر يعني بيقدر يكون المدافع الصح، بس بده وقت يلعب أكثر عشان يتعود على الأجواء الأوروبية، يتعود على سرعة الكرة الأوروبية، وبعدين نشوف شو ممكن يعمل مع برشلونة.